كل الكتاب المقدس لك من أوله لآخره. وفعليا الله أول شغلة عملها لألك. بيبلش الكتاب المقدس وبيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض. أكيد هيدا أعظم أعمال الله. خلق كل هالكون، كل الحياة، كل الوجود، كل شيء، كل شيء منه. وأحلى من هيك الكتاب المقدس بيقول إنه كل اللي خلقهم الله خلقهم كتير حلوين، ورأى الله أن ذلك حسن. وطبعا تعلمنا من نحن وصغار وكلنا منعرف إنه للأسف أنا وياك خربتنا هالدنيا كلها سوا بسبب الخطيئة. كان الله عنده مشروع وأنا وياك نزعنا ومنوقف ومصير نقول وين أنا؟ وين صرت من كل هالمشروع الحلو؟ الكتاب المقدس بيجاوب وبيجاوبك، رح أقول لك كيف. بيقول في البدء خلق الله السماوات والأرض، بس فعل خلق بالعبراني كتير مهم. الكتاب المقدس بالعبراني بيقول في البدء بارا خلق، بارا هيدا الفعل مثل ما كنت عم أقول فينا نترجمه خلق، بس إذا بننتبه ومنجيبه على اللغة العربية رح نفهم شيء كتير حلو. بارا بالعربي برأ، ما كتير منعرفها مع أنها موجودة، بس أنا وياك منتذكر كمان كلمة أبرأ ومعناتها شفى. لكن الكتاب المقدس والله عم بيقول من يوم اللي خلقتك بعرف انك مريض، بعرف انك ضعيف، بعرف انك خاطئ، وانا جاي تحتالي خلصك، تحتالي شيلك. بالحقيقة الله بده انك تكون مبسوط وقابلك مثل ما انت. اذا من البداية بلش يقلك انا جاي اشفيك معناتها بيعرف انك مريض ومنه زعلان منك، زعلان عليك. اول شيء الله بيقلك ايه؟ انا بحبك مثل ما انت، مني ناطر منك مدري شو تعمل تصير حب. أنا بحبك مثل ما أنت، حتى أنت وخاطي. إذا جاي يشيلك من خطيتك لأنه الخطية بتأذيك، بتوجعك، بتنزعلك حياتك، لذلك أنا جاي يشيلك من الخطية كرمالك مش كرمالي. صدقوا أخوتي الله ما بيتغير معه شيء شو ما عملنا، بس لأنه بيحبك، لأنه إلك بده إياك تطلع من خطيتك. المشكلة إنك ما تنتبه إنه الخطية عم تأذيك، عم تنزعلك حياتك، عم بتبطل مرتاح. لذلك وصية الله إلك، وصيتي أنا كمان اليوم، انتبه الخطية شو عم تعمل فيك. ما بقى تتركها تغشك إنه طعمتها طيبة، إنه طعمتها حلوة، طلع منيح، شوف شو عم يطلع حواليها، موت ودمار وقلة سلام. تتقدر تكون مع الله وتكون كلمته إلك، أول شغلة لازم تعملها تكتشف الخطية عن جد شو هي وقديش هي مأزية